قصتنا ايه السنة دي؟ ايه شباب عارفين عنوان قصتنا ايه السنة دي؟ ايه كفاح شعب مصر. قصة فيها شوية تاريخ بس الأكتر يعني، بس مش التاريخ كتاريخ، واخد تاريخ مصر، مش تاريخ مصر، أحداث معينة في تاريخ مصر، من او ازاي ان اهل مصر، شعب مصر ازاي كافح، بيكافح اي عدو بيدخل له، اي عدو بيحتله بيكافح لاقصى مدى فيه، لحد ما يحرر البلد، لحد ما يحرر وطنه. القصه بتدور احداثها من اولها لاخرها، ماشي، من اول احمد، من اول اي من ايام احمد. فكنا خدته في التاريخ، احمد في الدراسات، مش كده ولا لا؟ اخدته في تاريخ مصر القديمه، اخدته احمس وسقنا الرع والملوك، وازاي حرروا الارض من الهكسوس، صح ولا لا؟ في التاريخ صح ده يعني هناخد، بس مش هناخده تاريخ قوي قد ما هناخده مشاهد كده، او احداث بين او حوار، زي حوار بين بين الافراد وكده، بين الجنود وبين الشعب المصري، وقت ايه، وقت ال اسمه ايه، وقت الاحتلال، احتلال الهكسوس لمصر، وقت مكان اسمه ايه، وقت مكان الهكسوس بيحتلوا مصر. ده طبعا في اول فصل، في اول القصه بيبدا من اول احتلال الهكسوس لارض مصر، ومستمر حتى اخر القصه، توصل احداث القصه لكفاح شعب مصر في حرب اكتوبر 1973. يعني معانا احداث مستمره لالاف السنين، كافح فيها شعب مصر على مدار الايه، الاف السنين دي كلها. تمام. كاتب القصه اسمه الدكتور عز الدين فراج. تمام. بيخاطب فيها زي ما نقول كده ابنه، او بيخاطب فيها، بيبدا المقدمه بتاعته بيقول له: يا ولدي، كنت طفل صغير في مرحله زيك، يعني بتدور في دماغي الاحداث التاريخيه اللي سمعتها، اللي بعرفها، ثانية واحدة، الأحداث التاريخية القديمة دي كانت بتحصل إزاي؟ إزاي إن المصريين، ولا إزاي إن أهلنا القدماء كانوا بيستحملوا كل الأذى، وإزاي وقفوا على رجليهم كل المحن اللي مروا بيها. فقال إيه بقى؟ كتب إيه؟ فكتب إيه القصة دي؟ كتب أحداث طبعا معظمها أحداث تاريخية معروفة. ثانية واحدة بس، أجيب القصة وإيه وأرجع لكم. ثانية واحدة. أنتوا معاكم الكتب صح؟ أنا أيمس، ما في حد مش معاه الكتاب؟ طيب وأنا كمان مش انا معايا. معايا كتاب، انا معايا كتاب يا قصدي. تمام خلاص. طب عشان ايه، عقبال ما الاقي اللي بتاع دوت، هنفتح الكتب. هنقول اهم شخصيات في الفصل الاول هي شخصيات تاريخية بتدور احداث القصة في العصر، في عصر سقنا الرع. احنا عارفين ان سقنا الرع من التاريخ هو ابو احمد، صح ولا مش عارفين؟ أيوة مش أول. تمام. هو ابو احمص اللي كان بي كان في قبل ما قبل عصر سقنا الرع، كان في وقته دخل الهكسوس، بيبدا الفصل بدخول، انا مش شايفها غير لما اطلع لكم البتاع دي، ثانيه ادوني نص دقيقه. معلش نص دقيقه.
واضح كده ان الكتاب مش عايز يطلع زي الفل. مظلوم دخل جريمة، لا إله إلا الله. طيب أقعد أدور عليه تاني. طيب قلنا مين هم الهكسوس؟ هنقرأ من الكتب اللي معانا. مين هم الهكسوس؟ الهكسوس هم قبائل رعاة، مجموعة من الرعاة. إيه الرعاة؟ ناس بيعيشوا في الصحراء، بيعيشوا على ازاي بيهجموا على الناس، بيبلطجوا عليهم. يعني كانوا بيعيشوا في آسيا، تمام، وعرفوا بالهكسوس. دخلوا مصر من انهي ناحية؟ دخلوا مصر من ناحية الشمال. دخلوا مصر من ناحية ايه؟ من شمال مصر، تسلل هؤلاء القوم الى مصر ايام اجدادنا الفراعنة، ودخلوا الى مصر من منطقة الشمال، اغاروا عليها، هجموا عليها، واعتدوا على مصر واهل مصر، تمام، وايه، وعلى مصر وعلى اهل مصر، وسكنوا في منطقة تمام. اسمها وريس، اللي هي دلوقتي محافظة الشرقية، تمام، وقعدوا فيها وخلوها هي عاصمة لهم. يبقى دلوقتي مين هم الهكسوس؟ جماعة من الرعاة دخلوا مصر، هجموا على مصر واعتدوا على أهلها وأرضها، وأقاموا، دخلوها منين؟ من منطقة الشمال، واستقروا في محافظة الشرقية، اللي هي مكان محافظة الشرقية الآن، وعسكروا في بلدة هناك اسمها إيه؟ اسمها أواريس. البلدة دي قعدوا فيها وخلوها هي عاصمة لهم، وبدأوا ينتشروا. إيه بدأوا ينتشروا؟ بدأوا بيتدخلوا في كل كبيرة وصغيرة في البلد، تمام، بدأوا يتدخلوا في ايه، في كل حاجه في سكون البلد، لحد ما امتد النفوذ، بقوا حتى مسيطرين على ايه، على مسيطرين على الشعب كله، سيطروا على الشعب كله، سيطروا على كل ال على ال على التجار، وعلى ال على ال على الناس، على ال على كل عامل، وكل مصري في شعب مصر كانوا مسيطرين عليه، تمام. كانوا بيفرقوا بين صفوف الشعب، يعني عارفين اللي هو ايه، اللي يروح ل كده، يروح للتاجر ده يقول له ده بيقول عليك، فيوقعوا ما بينهم، فكل واحد هيسيب تجارته، هيسيب شغله، هيسيب حياته، وهيتفرغ للي ايه، للي وصل له الكلام عنه ان هو ايه، بيبقى بيوقع ما بين اللي غلط فيه، تمام، فيعمل ايه، فلا يروح يدافع عن نفسه، فبيسيب حياته وحاله ويسيب كل حاجاته، تمام، وايه، وعلشان يتفرغ للايه، للي بيتكلم. فمين اللي ياخد الحاجه دي؟ مين اللي يصطبق عليها؟ ومين اللي ياخد الحاجه دي؟ مين؟ العدو اللي قاصد ان هو يعمل كده علشان ايه، ياخد الحاجه دي، ياخد حاجه مش بتاعته، تمام، انتوا فاهمين اللي انا بقوله؟ تمام. يبقى هنا قلنا ان هم ايه اللي عملوا الهكسوس في مصر، ان هم بدأوا بيتدخلوا في كل شؤون مصر، ويسحبوا حتى اللي هو بينتشروا بقى جوه مصر، لحد ما نفوذهم امتد ليه كثير من الكثير من ارجاء مصر. عملوا على التفرقة بين صفوف الشعب المصري، واضعاف كلمته، قعدوا فضلوا يظلموا في الناس، وينهبوا اقواتهم، زي يبلطجوا يعني عليهم، كده، تمام. وبعد كده بقوا بيشردوا ابنائهم، حتى الغضب والسخط الناس بدأت بقى، لا ده كده زودوها قوي. طب يعني احنا هنفضل عايشين في الظلم ده؟ هنفضل عايشين في الحياة دي؟ لا، ما ينفعش كده، احنا عايزين ايه، عايزين نتحرر من ايه، من الظلم ده، تمام. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ قال لك لا، الاول ايه، مش بس ان هم كانوا بيعملوا بين الناس، لا، دول بقى بدأوا ايه، يسخروا من عادات المصريين وتقاليدهم. يعني ايه بيسخروا؟ يقعدوا يتريقوا عليه، حتى
ان الملك بتاع او الحاكم بتاعهم الزعيم بتاعهم عمل ايه؟ كان بيسخر من امير طيبه، اللي هو مين بقى امير طيبه؟ اللي هو سقنن رع. بدأ بيسخر منه، سخر منه قال له ايه؟ كان معروف ان سقنن رع كان اقوى امير في مصر في ذلك الوقت، تمام؟ عمل ايه بقى سقنن رع؟ بعت امير اللي هو الامير بتاعهم بتاع الهكسوس، بعت سقنن رع وقال له ايه؟ قال له في ان افراس النهر في طيبه تزعجه في اواريس. احنا قلنا اواريس دي فين؟ اواريس دي اللي هي في محافظه الشرقيه، يعني على الخريطه كده محافظه الشرقيه فين؟ من معرفتكم يعني بالبتاع ده، من معرفتكم واسمه ايه؟ بالخريطة محافظة الشرقية بتقع فين؟ مش فوق كده في الشرق، فوق كده عند مش الدلتا. فوق في الشرق، هي في البتاع ده، في اسمها ايه؟ في الدلتا، في قلب الدلتا أنا كنت معايا؟ بمحافظة أنا الشرقية في قلب الدلتا، نسيت أنا تمام؟ الحصة دي كده دراسات في نفسها، ايه؟ الحصة دي قلب دراسات. قلب دراسات، ده القصة كلها هتبقى قلب دراسات، اصبر بس. معايا؟ طيب هنقول تاني، ان هو بعد ان السخرية في الهكسوس من المصريين ما كانتش بس في من المصريين شعب وشعب، لا ده كان كمان زودوها بانهم ايه؟ اسمهم ايه؟ ارسل ملك الهكسوس رسول لسقنن رع بيقول له ايه؟ ان افراس النهر، فرس النهر حيوان من الحيوانات البحريه اللي بتعيش في النيل، قال له ان افراس النهر دي بتزعجني، افراس النهر اللي في طيبه بتزعجني وانا في اواريس، اللي هو في اواريس اللي هو في الشرقيه اللي جوه الدلتا، والتاني في طيبه اللي هي في الاقصر. تخيل انت بقى افراس النهر اللي في طيبه بتزعج، اللي في الاقصر اللي في البتاع ده اللي في الشرقيه هتزعجه وهو في طيبه. يعني اللي هو ايه؟ انت بتتريق عليا؟ انت بيتريق عليه. طيب دلوقتي ده عمل ايه اللي بالنسبه لقيته؟ ده عمل ايه بالنسبه اسمه ايه؟ بالنسبه لسقنا الرع؟ خلاه عمل ايه؟ عمل ان سقنا، ثواني عشان انا لقيت الكتاب وانا بتكلم. عمل ان هو بدأ ايه؟ بدأ يفكر ازاي غضب طبعا لما سمع او اسمه ايه؟ سمع اسمه ايه؟ يا الله، سمع الرسالة بتاعت رسول، الرسول بتاع اسمه ايه ده؟ الرسول بتاع الهكسوس، وقال لا يعني قال ان هو بيعمل بيسخر منه، لا فانا عايز يعني مش ياخد بطاره، عايز ينتقم من الايه؟ من الكلمه اللي من الكلمه اللي ايه؟ من الكلمه اللي قالها له ان افراس النهر في طيبه بتزعجه هو، افراس النهر في اواريس بتزعجه هو في طيبه. طيب عمل ايه؟ قال ثانيه كده، انا عايزه القصه يا عم. يما عمل ايه بقى؟ بعت بيقول لك فصاح سقنا الرع، استنى عشان ادخل اللي دخل وما عرفتش ادخل. فصرخ صاح سقنا الرع، عمل ايه سقنا الرع؟ غضب وقال لملك الهكسوس ده تهديد، ده بتهددني ازاي؟ افراس النهر في ده اللي لسه بقوله لكم، ازاي افراس النهر في طيبه بتزعجه هو في اواريس؟ ده 700 ميل الفرق، المسافه بين طيبه واواريس 700 ميل، ازاي هتزعجه الافراس؟ فرجع كمل كلامه الرسول بتاع الهكسوس وقال له ايه؟ لقد علم سيدي انك تزيد في جيشك، ولهذا ارسلني اليك منذرا ومحذرا. قال له ان ملك الهكسوس عارف ان انت بتزيد في قوه جيشك، عارف ان انت بتزود في جيشك، فده دي حاجه بتزعجه. ازعجت مين؟ ازعجت
ملك الهكسوس. طيب فلما عرف كده عمل ايه؟ سقنا الرعى. هو غضبان وكل حاجه، بس برضو ايه، احنا لازم نتصرف بعقل وحكمه. عمل ايه؟ عمل ان هو بعت لامراء مصر، تمام، بعت لامراء مصر وعمل لهم ايه، عمل لهم اجتماع. ايه الاجتماع؟ عمل ليه الاجتماع؟ علشان يشوفوا هيعملوا ايه في الايه، في الاحتلال اللي هم فيه. طيب قال لهم ايه في الرساله دي؟ قال لهم فين عايز يرد هذه، اجتمع سقن الرعب برجاله اللي هم بقيه امراء مصر للتحقيق او للتفكير في رد الاهانه اللي قدمها، الاهانه اللي اهانهم بيها ملك الهكسوس التي لحقت بهم من مستعمر دخيل. هيعملها ازاي؟ هيرد الاهانه دي ازاي؟ ثانيه. هيرد الإهانة دي إزاي؟ ثانية واحدة. هي فيها مشكلة صغننة بس مش مشكلة. الصورة عندكم مقلوبة؟ نايس مقلوب. مقلوبة صح؟ طيب ثانية واحدة، كده كده احنا مخلصين الجزئية دي. الحمد لله وصلت الكتاب. احنا هنا دلوقتي يبقى هنقول ايه؟ ان لما حصل وان سقنا رع راح له الرسول بتاع ملك الهكسوس وقال له ان افراس النهر في طيبة بتزعجه في اواريس، طبعا ايه، غضب وصح. ازاي ده؟ انت بتهدد، ده تهديد، تهديد من ملك الهكسوس لمين؟ لملك طيبه، لامير طيبه اللي هو صحن الرع. قال له يعني ايه، يعني ده فرق 700 ميل او تزيد بين طيبه واواريس، ازاي افراس النهر في طيبه بتزعجك وانت في اواريس؟ فقال له ان ملك الهكسوس عارف ان انت بتجهز جيشك وكده، فبينذرك بيحذرك، يعني انت ما تزودش في القوه والعده بتاعت الجيش، ما هتقوي جيشك ليه، هتحارب مين؟ بعد كده اول ما خرج رسول الهكسوس اجتمع سقنا الرع برجاله اللي هم امراء طيبه للتفكير في الرد على هذه الاهانه اللي لحقت بهم، تمام، من مستعمر دخيل اللي هم مين؟ الهكسوس. احنا قلنا الهكسوس جايين من مين؟ منين؟ قلنا مين هم الهكسوس؟ قلنا الهكسوس جايه منين؟ إيه؟ مجموعه من مين؟ جايين من ايه؟ قولي شمالي قولي يا تاي، من احنا قلنا في الشمال، اول ايه السؤال؟ من الشمال الشمال، تمام ماشي. قلنا مجموعه من كده. سمعني يا مس؟ الرعاه او جماعه ايه؟ كده سمعني؟ كده سمعت. تمام. جماعه من الرعاة جاءوا منين؟ من الشمال. هم اصلا جايين من اسيا بس دخلوا مصر عن طريق الشمال، تمام. فازاي الرعاة دول جايين يهنونا في ارضنا في بلدنا، واحنا المعروف عننا وتاريخنا القديم الطويل ان هم، احنا الملوك، احنا اصحاب الحضاره، احنا واحنا واحنا، وهم جايين يعني جايين بس محتلين، عاشوا على ارضنا واكلوا من خيرنا، ازاي ليه توصل ليه الاهانه يعني؟ فلازم ايه، يرد الاهانه دي، لازم ايه، ينتقم ايه للاهانه دي. فارسل الى جميع امراء مصر ليدعوهم الى ضم الصفوف وجمع الكلمه والى لقاء قريب. دعاهم ايه؟ عشان يجتمع بيهم عشان يشوفوا حل للايه، للمستعمر الدخيل اللي ايه، اللي داخل عليهم، تمام. طيب يبقى هل لو جالك السؤال ده، السبب الحقيقي في تهديد ملك الهكسوس لسقنا الرعب، ايه السبب الحقيقي للتهديد اللي هدده ملك الهكسوس لما قال له افراس النهر في طيبه بتزعجه؟ هو ده، هو فعلا هو بعت له الرسول عشان يقول له افراس النهر
بتزعجني ولا كان قصده حاجة تانية؟ انا قصدي حاجة تانية. كان قصده حاجة تانية. طب كان قصده ايه يا بتول؟ نعم يا ميس. كان قصده ايه؟ كان قصده ايه لما بعت الرسول بالكلمتين دول؟ عشان اسمه ايه؟ عشان ايه؟ عشان سمعين، اه سامعك دلوقتي، تقولي عشان ايه؟ عشان هو شايف ان سفر الرعاء من اقوى الامراء، وبيزداد في ال... بيزيد ايوه في جيشه، بيزيد في جيشه. ايوه ايوه وهو مش عايزه ايه؟ مش عايزه يجهز جيشه، تمام، وبيحذره وبينذره ان هو ايه؟ يكمل في تجهيز جيشه، تمام. طب ماذا فعل صقن الرعاء بعد تسلمه رسالة التهديد؟ صقن الرعاء أول ما سمع الرسالة عرف إن هي رسالة تهديد، تمام، عمل إيه؟ أول حاجة عملها عمل إيه؟ هل بقى قام واتخانق مع رسول الهكسوس، ملك الهكسوس، وضربه وعمله، ولا عقل كده هادي كده عشان يعرف ينتقم ويرد هذه الإهانة؟ عمل إيه؟ جاب اللي هو الأمراء كلهم عشان يقعدوا ايوه يفكروا، عشان ايوه يشوفوا يقدر هنا ازاي. تمام. يبقى ارسل رسله، ارسل صقنا رع رسله في الى جميع الى جميع امراء مصر. الاول اجتمع برجاله اللي هم الحاشيه بتاعته، الوزراء بتوعه اللي حواليه، اجتمع لهم ايه اللي هنعمله، ايه اللي المفروض نعمله عشان نرد الاهانه دي. ووصل في النهايه ان هو ارسل الرسل بتوعه لجميع امراء مصر بيدعوهم لضم الصف، ان هم ينضموا لبعض، ان هم يتفقوا مع بعض، يقعدوا مع بعض ويتفقوا ازاي يوحدوا الكلمه او يجمعوا الكلمه علشان يطردوا هذا المستعمر الدخيل، تمام؟ تمام. بعد كده عمل ايه؟ شعر امراء مصر، يعني لما ارسل امير طيبه اللي هو سخن الرع لامراء مصر وقال لهم على اللي حصل وان هو بيدعوهم للاجتماع، شعر وقتها انه ما فيش وقت خلاص للصبر تاني، وان لاي لم يعد للصبر اي مكان بعد اليوم، بعد ان سمعوا نداء سقنا رع. اول ما بدا ما بعت سقنا رع رسله لامراء مصر، هم مسد، عارفه اللي هو ايه؟ ما صدقوا، يعني هم مستحملين، مستحملين مستحملين لحد لما سقنا الرعب بقى، خلاص بقى الإهانة وصلت له، التهديد وصل له، فبعت لأمراء مصر يشوفوا الأمور وصلت لفين. فساعتها حسوا لا، إن هو خلاص ما فيش صبر بعد النهارده، لا إحنا نتوجه كلنا، وافقوا على الدعوة وراحوا لإيه؟ للقصر في طيبة عند سقنا الرعب، واجتمعوا، وجاء يوم اللقاء يا ولدي، وأعلن النفير. إيه النفير؟ اللي هو زي البوق، زي ال هقول ايه، زي الزماره كده، بس صوتها صعب شويه، صوتها جهوري قوي، صوتها عالي قوي، ماشي، زي آلة نفخ يعني، بينفخ فيه، فالصوت عالي قوي، تمام. بيعلن ايه؟ قدوم الامير، الامراء، امراء مصر واحد بعد الاخر، تمام. في مشكله لحد كده في القصه؟ يبقى أول تمام. حاجة عرفناها مين هما الهكسوس ودخلوا مصر منين، وعملوا كانوا بيعملوا إيه في شعب مصر. قلنا مين هما الهكسوس؟ هم شعب أو جماعة من الرعاة قدموا من آسيا، دخلوا مصر من الشمال، واحتلوا في، قعدوا في مصر، سكنوا محافظة الشرقية، واتخذوا من أوريس عاصمة لهم. بدأوا يعيشوا في مصر ويتدخلوا في كل شؤون المصريين، بدأوا ينهبوا أموالهم، بدأوا يتدخلوا في كل شؤونهم، لدرجة إن ملكهم أرسل رسالة يسخر فيها من أمير طيبة اللي هو سقنا رع، وقال له إيه؟ إن أفراس النهر عندك في طيبة بتزعجني وأنا في أوريس. ففهم بذكائه سقنا رع إن دي مش رسالة سخرية بس، لا، دي رسالة تهديد ووعيد، وده كان رده على الرسول اللي إيه؟ اللي أرسله ملك الهكسوس، فقال له إيه؟ لا، ده تهديد ووعيد. ساعتها الرسول بتاع ملك الهكسوس قال له ايوه، ان سيدي اللي هو ملك الهكسوس
بيحذرك ان انت تكمل فيه، ان بيعرف ان انت بتجهز جيشك، فبيحذرك وبيتوعدك ان انت ما تكملش في تجهيز هذا الجيش. فطبعا هنا سقنا الرع شعر بالاهانه، فما عملش ايه اللي عمله، ان هو اجتمع مع رجاله، مع حاشيته، مع الوزراء اللي حواليه، وقال لهم، اتفق معاهم، لازم ايه، لازم نتصرف، ومش هتصرف لوحدي، مصر مش بلدي لوحدي، لا، ده في كذا، مصر وقتها كانت ايه، فيها امارات. فبعت رسله الى امراء مصر، وامراء مصر كانت دي زي ما يقولوا القشه اللي اتعلقوا بيها، هم كمان كلهم زهقوا من تصرفات الهكسوس في مصر، ومن ظلمهم، ومن جشعهم، ومن الظلم اللي عايشين فيه في وجود الهكسوس في مصر. فلبوا نداء سقنا الرع في الحال، وتوجهوا الى طيبه. وبتوجههم الى طيبه، بدخولهم طيبه، كان بيعلن النفير اللي هو البوق اللي بينفخ فيه، زي آلة موسيقية يعني، بينفخ فيها بإعلان لوصول أمراء مصر أمير أمين، تمام؟ واجتمع الأمراء، وعندما اجتمع الأمراء، خلاص اجتمعوا، قعدوا على الطاولة اللي فيها اللي بتاع دوت الاجتماع، بدأ سقنا الرع يقول: لن نرضى الحياة في وطننا عبيدا أذلاء، ولن نقبل أن يتحكم فينا عدوا يفسد علينا نفوسنا وأفكارنا، ويغتصب أرضنا، ويقتل أبناءنا، ويحطم عزتنا وكرامتنا. لو جاب لك الجملة دي وقال لك من قائل الجملة دي: لن نرضى الحياة في وطننا عبيدا أذلاء، وأن يتحكم فينا عدوا يفسد نفوسنا، هنقول مين؟ هنقول إن هو سقنا رع. أنتوا معايا؟ أنا مش محرك. لحد دلوقتي أيوة الفصل ماشي كويس، القصة ماشية وأحداثها ماشية كويس. مين اللي موجودين؟ يا آدم، آدم أحمد وآدم فارس، في مشكلة؟ لا مش كل واضح كريم، ملك، آية، تمام يا مس تمام، سيف، تمام يا وتايم، مس كله تمام؟ تمام، نكمل. راح سقنا الرع يقص عليهم قصه افراس النهر، قعد حكى لهم اللي عمله، الرساله اللي ارسلها له ملك الهكسوس عن طريق الرسول، وقال له ايه، ان قصه لما قال له ان افراس النهر في طيبه بتزعج في اواريس، وازاي كانت بتقرص ملك الهكسوس في اواريس. صح امير بوتو، طبعا الامراء دول او المناطق دي مناطق في مصر، زي ما طيبه كانت اللي هي دلوقتي الاقصر، كل مدينة من دول، كل منطقة من دول كانت إيه، أصبحت حاجة تانية. بس صاح أمير بوتو، دي منطقة تانية في مصر، قال إيه، لقد جاوز الظالمون المدى. وصاح أمير قفط، لن نقبل بهذه الإهانة أبدا. وصاح أمير أرمن، قال: لا بد من تأديبه وطرده من هذه البلاد. وعاد سقنا الرع يقول: كيف نعد للأمر عدة، هنعمل إيه، يعني عايزين نحط خطة نجهز نفسنا ازاي نرد، ازاي نرد الإهانة دي، ازاي ننتقم من إهانة الهكسوس دي لأمير من أمراء مصر، ازاي نرد الإهانة دي. وقال أمير أرمن: سأقدم لقتال. طب أقول حاجة، احنا ايه، وصلنا عند ايه، كل أمير هيقول ايه، احنا نخرج دلوقتي عشان وقتنا، وندخل زي ما بنعمل من اول اسبوع، نخرج دلوقتي وندخل على طول، اوكي، تمام شباب، تمام يا مسمح. تمام يا مس هنخرج دلوقتي وندخل على طول عشان ما ايه، وقتنا ما نضيعش وقت في يلا.